التنسيق بين السياسة الجنائية والباقي. الهدف من اختيار هذا الموضوع هو يعني تكوين نظرة وإعطاء أرضية للنقاش من أجل النقاش في حول هذا الموضوع، لأنه لوحظ أن هناك غياب أو يعني ليس انعدام ولكن قلة الدراسات والأبحاث المتعلقة بهذا الموضوع، بحيث أن هناك انطباع فقط ولكن ليس هناك يعني دلائل أو معطيات علمية تستند على أبحاث موضوعية تحدد فيها يعني نسبة الظاهرة ومسبباتها ودوافعها، وكذلك تعطي يعني الحلول الملائمة من مختلف الجوانب لهذه الظاهرة. العدد المعتقلين المشاركين في هذه الدورة يعني حوالي 200 يعني سجين، والدورة هي على مدى يومين، فيها 4 جلسات. الجلسة الأولى هي دراسة مقارنة، وفيها عرض ديال المشروع يعني الدراسة التي تقوم بها المندوبية العامة، وهناك أيضا تقديم لتجارب دولية من فرنسا، إسبانيا، ألمانيا وأمريكا وكذلك اليابان. ثم هناك جلسات أخرى تهم يعني الحلول والضمانات والمسؤوليات الفردية بين الفرد والمؤسسات إلى آخره. انطلاقا من تقرير رئاسة النيابة العامة، تكشف أولا عن أن الساكنة السجنية 25% منها في قضايا مخدرات، وأن عدد المتابعين في سنة 2018 بلغ 121,000، 63,000 منهم في قضايا الاستهلاك الشخصي. وهذا الأمر يفرض علينا كبلد أن نتجه إلى تفعيل المادة 8 من ظهير 21 ماي 1974 التي تقضي بإيقاف المتابعة في حالة الإيداع في مؤسسة للعلاج. وأعتقد أن هذا التفعيل هو الذي سيمكن من معالجة الإشكالية العود بالنسبة لقضايا المخدرات. المغرب اليوم في حرب على المخدرات، وهنالك تقدير للجهود التي تبذل، الدور ديال الإدارة العامة للأمن الوطني، الدور ديال مؤسسة محمد الخامس للتضامن في إطار البرنامج الوطني للحد من سلوكات الإدمان الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس نصر الله في 2010. الآن 18 المركز موجود، زائد الوحدات الاستشفائية اللي كاينة على مستوى وزارة الصحة. هذا الأمر كيقتضي منا نفعلوا هذه المادة، وفي نفس الوقت نعزوا المجهود الذي يبذل على مستوى المؤسسة السجنية من أجل الحد من حالات العود المرتبطة بهذا المجال. قامت الجامعة بتوقيع اتفاقية شراكة بينها وبين مندوبية ديال الإدارة العامة ديال السجون والإدماج وكذلك الوزارة الوصية. فهاد الاتفاقية من ضمن الأهداف ديالها الأساسية هي أولا في افتتاح مراكز داخل المؤسسة السجنية، وكذلك العمل على الرفع من عدد المستفيدين من التكوينات داخل الجامعة، وكذلك تجويد التكوينات وتجويد الكيفية. هذا الشيء كله حتى نكون عند حسن ظن هاد الشريحة من النزلاء، وحتى نعطيهم الظروف اللي مواتية اللي إن شاء الله تحسن الظروف وتحاول أن تمكنهم من رفع المردودية الداخلية وكذلك المردودية الخارجية. لماذا هذا؟ لكي نقلص من ظاهرة العود اللي هي ظاهرة اللي خصنا نشتغل عليها جميع كجامعيين وكذلك كمواطنين. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتف الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.